مواجهة فيروس كورونا واستمرار تعليق الصلوات والأنشطة الخدمية في الكنائس لشهور، ابتكر أبونا بافلوس بكنيسة الشهيد العظيم ماري مينا والبابا كرولوس السادس بالعجمي بالإسكندرية وسيلة لمخاطبة الأطفال بطريقته، لتقربهم للكنيسة والكتاب المقدس في سلسلة من الحكايات والألحان وغيرها من وسائل التعليم. هي ببساطة الفكرة جت لابونا، كان قاعد كده وفكر ان هو يعمل حاجة للأطفال، فبعدين قال لي إيريني يعني عايزين ندخل حاجة تناسب الأطفال، ففكرنا بقى فكرة العرايس دي. فأنا في الأول عملت شخصية واحدة اللي هي زوزة، وبعد كده يعني فكرنا ندخل شخصية تانية ألبسها في إيدي التانية يعني، والشخصية دي كانت فلفل. الأصوات كانت يعني هي جت كده من نفسها، حاولت ان انا شوية يعني اغير في الاصوات لغايه ما طلع صوت فلفل مختلف شويه كصوت ولد، وزازه شويه من صوتي بس مختلف حته يعني. بس فهي الفكره جات لنا من الطريقه دي، يعني ان احنا عايزين نعمل حاجه للاطفال مبسطه بشكل عرايس. هو بداية يعني طبعا أول حاجة موضوع تجهيز الحلقة بتبقى مع بونا، بنظبط السكريبت نفسه اللي احنا هنشتغل عليه بحيث ان احنا نبقى نقدر نطلع أفكار جديدة وشكلا الحلقة هتبقى عاملة ازاي. فبتبدأ أول حاجة السكريبت نرتبه، وبعد كده بنبدأ في موضوع التصوير، وبعد كده مرحلة بقى المونتاج أو تجهيز الحلقة نفسها قبل ما تتعمل أبلود. بنحاول ان احنا نشتغل عليها، ان احنا ندخل سواء شوية شغل جرافيك أو حاجات زي كده بحيث انها تبقى حاجات مساعدة أكتر للأطفال لما نيجي نحكي قصة أو حاجة بالشكل ده. يعني الموضوع مثلا بياخد حوالي 3 أيام تقريبا عشان نبتدي نجهز الحلقة كويس من بعد التصوير. قبل التصوير هو أبونا بيبقى معتمد الاعتماد الأكبر في الموضوع السكريبت عنده. يعني احنا ابتدينا بمعونة ربنا، يعني ابتدينا الخدمة من أول ما كورونا هلت علينا. يعني كان معايا أنا مراتي اسمها إيريني شوقي، كنا قاعدين في البيت عادي جدا، فكان نفسنا اننا نعمل حاجه للاطفال. واتناقشت مع ابونا برنابه هنا معانا في الكنيسه، ابونا برنابه القومص رفائيل، وعرضنا الفكره على سيدنا انبا اليريون عشان احنا تابعين لقطاع غرب اسكندريه تحت رعايه انبا اليريون اسقف المنطقه. ف بصراحه الاول كنا مقلقين شويه من حبه حاجات، بس سيدنا شجعنا جدا وقال لنا ابتدوا، وابتدينا فعلا اول حاجه. يعني ابتدينا، بس الاول كنا ابتدينا الحاجات لايف، كانت على الفيس، ما كانش عندنا الامكانيات ان احنا نعمل نصور حلقه او نعرضها على اليوتيوب او نعمل تشانل او كده، ما كانش فيه كل ده. ابتدينا الاول بالاسرار، اسرار الكنيسه، وابتدينا خدنا قانون الايمان، وبعد كده الموضوع كبر شويه دخلنا في الاسفار، ولحد دلوقتي احنا قربنا نخلص. يعني خلصنا اسفار موسى الخمسه وداخلين في الاسفار التاريخيه. كل ده ابتدى بفكرة بس ان احنا عايزين نقدم حاجة في الاطفال، ان احنا نجيبهم للمسيح، لان الاطفال في الفترة دي كان كل الضغط وكل والهايبر بقى، واللي عنده طاقة وعايز يطلعها مش عارف مع ماما في البيت، فماما اتخنقت يا عيني وبابا تعب. فلقينا ان احلى حاجة ان احنا نعمل لهم مدارس احد توصل لحد باب البيت. وجات لنا فكرة من تدينا بقى الشخصيات زي الحاجات اللي هي زازة بقى وفلفل، وعملنا شخصيات كده مع نفسنا، وطلعنا بعد كده شخصية واحد اسمه عم فرحان وشخصية تانية بقى، وبعد كده لقيناها فتحت قوي فابتدينا نتعلم موسيقى. وكان في معانا خادم من كورال في اسكندرية هنا ابتدى يعلمنا موسيقى، وبدأنا نروح نصور معاه، وربنا بعت لنا شاب حلو جدا هو اللي بيصور، هو اللي بيمنتج، هو اللي بيعمل كل حاجة. كل ده لحد ما وصل في الصورة بقى اللي حضرتك ممكن تشوفوها على التشانل على اليوتيوب. يعني أنشأ أبونا بافلوس قناة نوج انتيمي ومعناها الغاليين، وهي بتقدم ألحان ولغة قبطية وكتاب مقدس وأسرار الكنيسة وغيرها من الموضوعات اللي بتخاطب الأطفال والشباب اللي أصبحوا متابعين جيدين للقناة. مش بس كده، بل بيقدم أبونا بافلوس وزوجته ميس إيريني الخادمة بنفس الكنيسة شخصيتين محبوبين جدا للأطفال، هما زازة وفلفل، ومن خلالهم بيعلموهم سلسلة من التعليم في مجال السلوكيات وأداب الحديث وإتيكيت التعامل مع الآخر، بالإضافة لدروس الكتاب المقدس والموسيقى ومبادئ الإسعافات الأولية والرسم وغيرها من المهارات. خدمة مفيدة اختارها أبونا بافلوس علشان يخاطب بيها الأطفال ويعلمهم إن الكنيسة دايماً مرتبطة بأولادها في أي ظروف وفي أي وقت. خدمة حبها الأطفال والكبار. مريم رفعت، سي تي في.